والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. رح نحكي إن شاء الله بإذن الله اليوم مع الأدشم أساينمنت، يعني هو بيعمل حاجتين، ها بيعمل أد يعني إضافة أو جمع وبعدين بيعمل أساينمنت، فتمام ده زي إيه؟ زي أوبريتور بس متركب، عارف إن الأوبريتور اللي فات كان بيعمل أساينمنت بس بيساوي القيم بس، لا ده المرة دي بيعمل أد ويساوي القيمة كمان، يعني إيه دبل كده بيعمل حاجتين مع بعض. بس قبل ما ندخل في شرح الأوبريتور ده عايزين نوضح مفهوم كده شوية بسيط. بص يا سيدي، أنا عندي إكس وواي وزد، سيبك من زد ده خالص، خلينا ننومه كده. عندك اكس وواي بس، وبتقول يا سيدي اكس قيمته بخمسة وواي قيمته بستة، وقلت اكس بيساوي اكس زائد واي. اللي هيحصل في السطر ده انت عارف اللي هيحصل ايه، عندي قيمة على الشمال وعندي قيمة على اليمين، وعندي اساينمنت، عندي اساينمنت اوبريتور، عندي كمان اتنين اساينمنت اوبريتور، عندي اساينمنت بيساوي وعندي اساينمنت زائد. اللي هيحصل حلو، اللي على اللي هيتم اسناد القيم، القيمة اللي على اليمين هيتم اسنادها للمتغير اللي على الشمال. طب حلو، ده في تاني، ده في اوبريتور تاني في النص زائد، ده ارثمتيك بس اوبريتور، مش اساينمنت اوبريتور. خلاص يا برنس زي الفل، خلص لي الاساينمنت الاول وبعدين شوف لي، اسف يا ربي، خلص لي اللوجيك اوبريتور او الاد الارثمتيك اوبريتور، الاوبريتور بتاع الاضافه ده الزائد، بعدين خش لي على الاساينمنتات. يعني بمعنى ادق كده خليني احط الاثنين دول في قوس وتفهمي انت كده ان ما بداخل الاقواس ينفذ اولا بعدين بيتم تنفيذ الاساينمنت اوبريتور. فاللي هيحصل ايه؟ نبص يا سيدي، قيمه الواي بكام؟ قيمه الواي ب 6. حلو، قيمه الاكس بكام؟ قيمه الاكس ب 5. اجمع لي الاثنين دول، جمعتهم طلعوا بكام؟ 11. حطهم لي في قيمه اكس، فلما تعمل كنترول اس تلاقي ان قيمه اكس دلوقتي ب 11. منطقي جدا الكلام ده، انا ناسي السميتو. طيب عندنا طريقه جميله بتعمل نفس الدور ده، اديك انت كده عملت ايه، انت شغال على متغيرين، المتغير اكس والمتغير واي، بتقول ان قيمه المتغير اكس دلوقتي بتساوي القيمه الحاليه للمتغير اكس، ها اللي موجوده فيه، زائد قيمه المتغير واي، فبالتالي الاكس هيعوض بالقيمه الموجوده فيه ويدور على قيمه واي ويضيفها لي، وبعدين يطلع بقيمه المتغير اكس الجديده. حلو الكلام ده، جميل خالص، يعني انت برضو بتحاول ماشي اوكي جاي. في طريقه اللي هي بتاعت اليوم اللي هي بتبقى الادشن اساينمنت، فيها يا جماعه بنكتب النص الجميل ده، ها بنكتب ايه؟ بنكتب اكس، حلو كده، وبعدين بنروح كاتبين زائد يساوي، انا عارف انها عدت بس احنا بنحاول نراجع عليها بس، واي، حلو كده بس. ولو قلنا خلينا ننوم السطر الجميل ده وبرضه هنعمل كنترول اس هنلاقي نفس النتيجه تطلع 11. حلو، خلينا بس نفهمه كده السطر ده بيعمل ايه بالراحه وزي ما احنا متعودين. عندي ايه يا جماعه؟ عندي قيمه على الشمال اللي هي قيمه المتغير اكس، حلو، وعندي قيمه على اليمين اللي هي قيمه المتغير واي، وعندي في النص اوبريتور اللي هو ايه؟ الاساين الادشن اساينمنت اوبريتور. حلو، الادشن اساينمنت اوبريتور ده بيعمل ايه؟ بيعمل عمليتين اثنين مش عمليه واحده. ايه هو؟ بالله لا تكتب السطر ده، اكتبه كده، ها ها، الاساينمنت ادشن، ها المعامل ده بيعمل ايه يا جماعه؟ بيضيف القيمه اللي على اليمين، ها قيمه الواي اللي على اليمين، ها للمتغير اللي على الشمال القيمه اكس، قيمه الواي دلوقتي بكام؟ ب6. حلو، هضيفها على قيمه المتغير اكس دلوقتي بكام؟ ب5. حلو، وطلع لي نتيجه المتغير اللي على الشمال، وطلع لي النتيجه النهائيه للمتغير اللي على الشمال. حلو خالص، يعني ايه؟ يعني بص يا سيدي، عوض عن قيمه الواي ب6، و بص بقى ضيف عليها قيمة الاكس، ها زي ما انت كنت شغال، هيحط عليها قيمة الاكس اللي هي ب5، وطلع لي الناتج اللي بيصب في صالحها، اللي بيصب في صالح اكس، لان ده القصد منها، انت عايز تساوي قيمة الاكس، ده اللي يهمني، ها زي ما احنا قلنا نص على اليمين ونص على الشمال، النص اللي على اليمين قيمته راح تتساوى بقيمة المتغير اللي على الشمال. وطيب لان ده دبل، ان الاوبريتور ده بيعمل عمليتين اتنين، فانت بتقول له والله ده بص ما تساويش القيمه بشكل مباشر، قبل ما تساوي القيمه اهو بص هيبص هيجي يساوي، قبل ما تساوي القيمه بص هتلاقي فيه زائد، وده معناه اجمع لي قيمه المتغير الحاليه دلوقتي اللي انا عايز اشوف القيمه بتاعته، المتغير اكس. حلو، فيضيف لك عليها قيمه المتغير ده ويطلع لك الناتج ب 11، غير طبعا ان انا طبعا ده مش معناه ان قيمه الواي اتغيرت، فقيمه الواي زي ما هي بتساوي 6، تمام، بس هي قيمه الاكس اللي هي دلوقتي اتغيرت وبقت 11. يا رب اكون وفقت في توضيح المفهوم ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.